بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفس اللاب تبع الفيديو الماضي، بس أنا دائما عم بعيد الكونفيجريشن برضو عشان إيديكم تتعود مع بعض. بس هو المطلوب عندي برضو نفس اللاب الماضي، إنه عندي الفيلانات بدي جيت واي لإلهم عشان نعمل انتر فيلان راوتنج، فحيكون برضو راوتر اون ستيك. بس هون كمان إجوا طلبوا مني طلب، قالوا لي لازم الاي بيات تتوزع بطريقه دايناميك. انا بدي اعمل موضوع على دي اس بي. انا بالفيديوهات السابقه يمكن فيديو 3 او 4 عملت الموضوع انه الراوتر يكون دي اس بي سيرفر، بس كان في عندي فلات نتورك، كان في عندي بس شبكه واحده. بس اليوم موضوع عندي مختلف، اليوم موضوع عندي في لانز وعندي الراوتر هو راوتر اون ستيك. فكيف ممكن نشوف هذا الموضوع؟ قال لك تعال نشوف في عجاله، نرجع نعمل الفي لانات مره ثانيه عشان ندرب عليه. هنقول له اوكي هوست نيم سمي لي سويتش شو ما كان، هقول له فيلان 10 نيم اي تي، فيلان 20 نيم سيلز. انا هيك اعمل الفيلانات. طيب تحت على الانترفيسز على واصلين بالان ديفايسز باجهزة الكمبيوتر، برضه لازم احطهم باي فيلان. انا عندي هذا بي سي بالانترفيس تبع F01 F02 F03 F04، راح اقول له انترفيس F0/1 سويتش بورد اكسس VLAN هو VLAN 20، بقول له انترفيس F0/2 سويتش بورد اكسس VLAN 10، والانترفيس 3 حيكون بالفيلان 20، والانترفيس 4 حيكون بالفيلان 10. جميل جدا. بعد بدي اعمل شيء؟ طبعا بدي اعمل الانترفيس G0/1 اللي واصل بالراوتر، بدي اعمل ترانك. اتفقنا حنعمل هلا الراوتر هذا راوتر مستيك بينه فيلانات ودوت 1 كيو، فبضطر يكون عندي ترانك عشان يمرقوا الفيلانات عندي. هذا جميل. اقول له انترفيس G0/1 سويتش بورد مود ترانك، بقول له دو دبليو ار عشان اخزن شغل. قال لك ماشي. طيب رجع لي على الراوتر هون، هذا الراوتر حاول بالنو، اقول له كونت بي هوست نيم R-1 هاي سميناه الراوتر، اقول له انترفيس G0/0. طبعا الرئيسي ما بحط عليه اي اي بي ادرس زي ما اتفقنا الفيديو الماضي على المين شت داون. اروح اقول له انترفيس G0/0.10، وقلنا ال 10 لا تعني انه هي فيلان 10، لازم اقول له انكابسوليشن دوت 1 كيو، هون لازم تعني انه هي فيلان 10 وتكون ماتش مع فيلان 10. بعدين بحط له اي بي ادرس هو يكون جيت واي 192.168 10.1.255.255.255.0، وقال له نو شت داون، هو اصلا نو شت داون. تمام. بروح له انترفيس G0/0.20، بقول له انكابسوليشن دوت 1 كيو 20 عشان هي تابعه لفيلان 20، وقال له اي بي ادرس 192.168.20.1.255.255.0، وطبعا نو شت داون، هو اصلا نو شت داون. لغاية هيك كل شيء نحن عملناه من قبل. هلا بدنا نعمل دي اس بي سيرفر. طيب لما عملناه بالفلات نتورك كان ما عنديش مشكله، هي فيلان واحده او هي شبكه واحده موجوده، بس هلا عندي 2 فيلان، كيف ممكن اعملها؟ قال لك تعال نشوف. اقول له بدي لكل فيلان بدي اعمل له بول، وليكن بقول له اي بي دي اس بي بول واسميها طبعا فيلان 10، يعني اسم بيعني عن الموضوع. طيب شو فيني احط له؟ اعمل كويشن مارك. قال لك فيك تحط له نتورك، انك بدك توزع له اي بي من اي شبكه، حول له نتورك ماذا؟ 192.168.10.0، انتبه هاي شبكه ها مش اي بي ادرس. الماست تبع 255.255.255.0. طيب شو كمان ممكن احط له؟ قال لك ممكن تحط له او لازم تحط له ديفولت راوتر عشان يعمل انتر فيلان راوتنج. فانت بتعرف الدي اس بي لما يعمل عمليه دوره، دي اس بي سيرفر ما بعت بس اي بي ادرس، بعت سبنت ماسك، ببعت
ديفولت جيت واي بيبعت دي ان اس، بيبعت شيء اسمه اوبشن. فحلو ديفولت راوتر هو 192.168 السب انترفيس تبع بين 10 دوت 10 دوت 1. قال لك تمام. وطبعا ممكن تقول له دي ان اس سيرفر مش موضوعنا هلا، بس مثلا اقول لك نحط له 888 عشان نشوف عنده ازاي. قال لك اوكي. قول له اجزاء. رجع اعمل لي بول ثاني للدي سي بي بول لمين للفيلان 20. تمام. اقول له نتورك 192.168.20.0.255.255.255.0. شو كمان حاول له؟ حاول له الجيت واي مين هو 192.168 سب انترفيس دوت 20.1 ويقول له دي ان اس سيرفر. خلينا هالمره مثلا لفيلان 20 نقول له 444. تمام. قول له اكزيت دبليو ار. هلا بهذه الحاله راح يبعت اي بي ادرس. هلا عشان الراوتر شوي ذكي حيشوف انه هو السب انترفيس تبعه مثلا لفيلان 10 192.168.10.1 فما حيوزع الواحد، حيوزع من بعد الواحد. بس هذا الموضوع طبعا خطر، حنشوف كيف حنعالجه. بحالتنا عادي ما فيش مشاكل. خلينا نروح على فيلان 20 حنلاقيه ماخذ الاي بي ستاتيك كله دي اس بي. هلاقي اخذ من بعد الواحد على طول لان الواحد هو الجيت واي، فوزع اثنين، وزع لي الجيت واي تبعه 20.1 و444 دي ان اس اللي حطيته اياه على فيلان 10 نفس النظام، بس حيوزع الدي ان اس 8 والجيت واي تبعه 10. فيلان 20 هياخذ اللي بعده، هياخذ 3 20.3 تمام، ووزع لي الجيت واي نفسه. تمام. وهذا الجهاز بي سي 3 بفيلان 10 هياخذ 10.3 و8. تمام. يعني في بينج، تعال نجرب هذا 10.3، تعال نشوف اذا بنقدر نعمل عليه بينج لمين؟ ل 192.168.20.2. هذا اخذ 2 اللي بينج 192.168.20.2. تمام. رد علي على طول. فالانترفيلر راوتينج عندي شغال. وعشان اشوف التابل دي سي بي تابل او بسموه دي سي بي بايندينج تابل شو وزعلي اي بي ار، بروح على البريفليج مود بقول له شو دي اي بي دي سي بي بايندينج تابل. هون بقول لي انا وزعت 10.2 وهذا الماك ادرس تبعه عن طريق اوتوماتيك اللي هو طريق دي سي بي، وزعت 10.3. هذا بالنسبه لبيلان 10. بيلان 20 طبعا وزع 20 وزع 3. طيب انا مثلا اذا بدي اخليه يوزع لفيلان 10 من بعد الاي بي 10، يعني انا عندي فيلان 10 بيبدا من كم؟ 192.168.10.1 الى 204.50. طيب اذا انا بدي اوزع مثلا من 11 و12 و13 و14 بدي 1 و10 احجزهم، ولفيلان 20 خليني مثلا يوزع لي اياهم مثلا من بعد ال 20. تعال نشوف كيف فينا نعمل هالشيء. بكل بساطه على جلوبال كونفجريشن مود ماله قال له اي بي دي سي بي، ولو عملت له كويستشن مارك حتلاقي اكسكلود ادرس. قول له اكسكلود ادرس. طيب لما تقول له كويستشن مارك حيقول لك اعطيني اقل اي بي ادرس، بدك تعطيه رينج، الرينج من الى، فمن لازم يكون واطي والى الاعلى. فبقول له شوف انت هتستثني لي، مش هتوزع لي من 192.168.10.1 مسافه. لو قلت له كويستشن مارك هيقول لك مين الهاير اي بي ادرس، فاقول له 192.168.10.10. فانا هيك منعته يمنع يبعث من 1 الى 10، المفروض يبعث لي يبلش يوزع من 11. هذا بالنسبه لفيلان 10. طيب فيلان 20 نفس النظام، هقول له اي بي دي اس بي excluded address 192.168.20. خليني يبين مثلا من يا سيدي من مين. يلا طيب الى 192.168.20.110. اوكي فحيبلش من 111 المفروض. قول له انتر. تعال نروح على فيلان 20
قول له ستاتيك ورجع قول له دي اس بي. لسه ماخده من الاثنين؟ لا ما المفروض. بعد الاثنين، طب خليه على جنب، تعال نشوفه. اوكي، بفيلان 10 مشالي اياها ظبطت معي. طب تعال نشوف فيلان 10 الثاني. اوكي مشاها على 12. طيب فيلان 20 بعد المصمم ليش؟ بعد المصمم. طب 20 الثاني بعده على 2 و3؟ لا في شيء مش مظبوط. تعال نراجع الكونفجريشن، نقول له شوران هل تعامل executed address 192.168.100.168.20.110 المفروض مظبوط، ما فيش مشكلة مفروض. طيب 20 هون عندي شبكة 20.0 20.1 الدي ان اس مالناش فيه، ديفولت راوتر 10 المفروض كل شيء يكون تمام عندي. دبليو ار طيب تعال نشوف اذا بنقدر نعمله ريليز. إذا بنقدر نعمل له سلاش رينيو مثلا والريليز. اوكي فضي لي اياها وارجع اعمل لي رينيو بعد مصمم. طب لو انا عملت هون شو بقول لي DHCP address conflict server pinging 192.168.1 اوكي سيرفر عندي في conflict، لماذا ال conflict؟ تعال نشوف كله شورا مرة أخرى IP DHCP executed address 192.168.100 192.168.110 ماشي. طيب الـ IPGCP pool VLAN 20 network 192.168.20 والراوتر تبع الديفولت يعني gateway 20.1 ما المفروض. تعال بلكي في شيء تعمل ريلود. تعال استاتيك هذا يكون أو ممكن ريليز. أوكي ماشي نشوف الراوتر. شكرا بعد عندي الاكسكلودنج الاكسبلودين موجود. طيب تعال نشوف اذا ممكن تظبط هلا. اوكي بالنسبة لفيلان 20 عندي مشكلة فيها، شوف كيف نحلها. طيب ما عم تظبط هون ماشي. طيب تعال نشوف شو القصة. نقول جي سي بي ار فور بين كونفليكت. اوكي ظهر هذا الراوتر مشغل شيء اسمه بين كونفليكت، هذا مش ليفل سي سي اي بس عم بيصير في عندي كونفليكت. انا شوف اذا نقدر نحله، لازم يعطيك البين كونفليكت او مثلا خلينا نقول شو اي بي دي سي بي كونفليكت. بقول لي اوكي هو عامل كونفليكت مع 20.1 مع الجيت واي. ليش؟ لانه كان في بايندينج تيبل من قبل وظاهر كان معلم على ال 20.1. طب خلينا نشوف اذا فينا نقول له clear IP DHCP conflict all
طيب خلينا نشوف. اوكي هو لسه ما اخده بالكونفليكت، راح يقعد مره ثانيه زواج كونفليكت، بس هذا هو مش المفروض يكون دي سي بي ادرس كونفليكت سيرفر بينجينج 20.1، هو ما المفروض يكون هيك اصلا. شو اي بي دي سي بي كونفليكت عم بياخذ 20.1، عم بيضرب معه كونفليكت. طيب اوكي شو رن، هذا هو المشكلة. لو نشوف الاكسكلودد هون انا بلش من 20، يعني انا شو معنى في الاكسكلوجن اللي عندي، هذا اللي حصل ممتاز. يعني انا لما اقول له استثني لي 20 ل 30 معناته بس حيستثني لي 20 21 20 ل 30 ماشي، بس لو لاحظت انا قلت له ما يعني هذا معناته انه ما تستثني لي الجيت واي. الجيت واي كم عندي انا لو نزلنا تحت؟ الجيت واي عندي 20.1. هو لما السيرفر عشان يشوف الاكسكيوشن هو عم بيعمل بينج عم بيلاقي عنده كونفليكت، كونفليكت مع شو؟ لك انت قايل لي انك توزع من 20 ل 30 بس انت عندك الجيت واي ما شملته، هيصير في عندك مشكله، فهي لازم نعدلها. كيف بنعدلها؟ بفضل نقول له نو عشان اياها نروح بقى يروح لمكان ثاني ونقول له اي بي دي اس بي كول عفوا اكسكلودد 192.168.20 اشمل الجيت واي دوت 1 ل 192.168.20 مثلا دوت 30، فهذا من 1 ل 30 حيكون اكسكلودد. المفروض هيك امورنا تمام، وزع من 31 عادي، وهذا حيوزع لي 32. ترابل شوتنج هذا كان حصل معنا كان كثير ممتاز، ممكن تتعرض له بالحياة الطبيعية. أتمنى تكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.